بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من جمهور الثالثه النهارده، تفاصيل فنيه كتير واخبار كالعاده زي ما حضراتكم متعودين معانا في الجزء الثاني. ضيفي وضيف حضراتكم كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك. هنتكلم في امور كتير كمان في الجزء الثاني لها علاقه بكل تاكيد بالزمالك والموسم المقبل ان شاء الله باذن الله. طيب، الزمالك، انتخابات الزمالك والقصه في الزمالك اليوم كان غلق باب الترشح للانتخابات المقبلة، فماذا عن الزمالك بعد الفاصل السريع اللي جاي؟ خطيرة، جول 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 جول، الهدف الثاني للزمالك. جول ايه الجمال في المنطقة دي يا زمالك! زمالك 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 زمالك، مدرسة الفن والهندسة بتقدم لنا فقرة الفنون الكروية الجميلة. حلوة كورة، واحد اثنين التالتة، فين التالتة؟ خطيرة، جول 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 جول. عداه، يا نهار أبيض يا ليلة بيضا. هذه هي الكورة ولا بنشا؟ هذه مدرسة الفن والهندسة. الزمالك يعني انتخابات، الزمالك يعني سرعة كبيرة جدا الحقيقة قطعتها الجهة الإدارية، قطعتها وزارة الشباب والرياضة في قصة الانتخابات تحديدا والدعوة إلى الانتخابات. وهنا هرجع للمداخلة اللي كان عملها معانا الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية. قال أنا جاي لمهمة محددة، أنا جاي علشان خاطر الانتخابات. سرعة كبيرة جدا، فتح باب الترشح، تقدم الناس، أغلق باب الترشح، ماذا عن الأسماء؟ كتير جدا جدا، ولكن عارضهم لحضراتكم. وخد بالك انه في اوراق لناس لم يتم قبولها، لم يتم قبولها، اما بقى اللي مشاكل في الورق نفسه، في عدم الاستيفاء الاجراءات، حاجات شبه كده. فخليني اقول لك اللي اتقدموا واللي فعلا تم قبول الورق بتاعهم. تعالوا نعرض ونستعرض لحضراتكم. منصب رئيس النادي تقدم له الاسماء التاليه مع حفظ الالقاب للجميع: حسين لبيب، فاروق جعفر، ماجد فاروق الحنبلي، ميرفت السيد، وعمر جلال هري. منصب نائب رئيس النادي هاني العتال، هشام نصر، احمد عبد الغني. منصب امين الصندوق حسام المندوه، كريم عادل، عبد المجيد سليم، محمد ادري علي، خالد لطيف، محمد الماو. منصب العضويه فوق السن احمد سليمان، هاني شكري، هاني برزي، عمرو ادهم، حسين السيد، محمد طارق، احمد عفيفي، هشام يكن، شيرين الفقي، عبد الله جورج. منصب العضويه لسه فوق السن شريف اسلام، رجب رواش، احمد فوده نصير، حمديه كمال، مروه الرفاعي، اشرف امام، مروه البروجي، نجلاء ناجي، احمد عباده، سيف الاسلام محمد. طارق عبد العال، رفعت شبل، سامح سوني، علاء مقلد، حاتم السيد، مصطفى عبد الخالق، هاني عيد، الحسيني سمير، نجلاء خليفه، سيد متولي، محمد رشاد. تحت السن رامي نصوحي، احمد خالد حسنين، نيره الاحمر، احمد خالد الصادق، احمد هاني زاده، وعلي العطفي. ياسمين الشريف، ايهاب عصمت علي، احمد النمس، محمد عودة، هشام نصر إبراهيم، خالد منتصر الزيات. دي الأسماء، هذه الأسماء تخلو عزيزي المشاهد الزملكاوي تحديدا من أسماء رجال الأعمال اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليهم خلال الكام أسبوع اللي فاتوا. قلت لك أنه هؤلاء من هم يعملون في الظل في هذا التوقيت لمصلحة نادي الزمالك، ما فهمش ولا واحد هيترشح، ما فهمش ولا واحد هيبقى موجود في الانتخابات، وهم لا كانوا حابين يتذكر اسمهم ولا هم النهارده موجودين قصادك. فتفهم انه الناس دي نواياها كانت واضحه من الاول ولا شيء غيره. يعني زي الدكتور مدحت العدل، قال العدل، كلهم استاذ جمال العدل، والعديد من الاسماء اللي
بتشتغل لمصلحة نادي الزمالك. أيضا خلت قائمة المرشحين من اسم كروي هام جدا وهو كابتن أيمن يونس. كابتن أيمن يونس دعا كل رموز نادي الزمالك في منزله منذ عدة أيام، وكان الهدف الأساسي هو كيفية الوقوف خلف نادي الزمالك. وكان من المنتظر أن يكون الكابتن أيمن يونس متواجدا في الانتخابات، لكنه لم يتقدم بأوراق ترشحه. هو اسم بارز بكل تأكيد عشان حقكم تبقوا عارفين يعني. وكان لحد قبل يعني فتح باب الترشح كان من المرشحين بقوة أنه يبقى موجود في مجلس الإدارة، لكنه على ما يبدو أنه الراجل ارتقى لأي سبب من الأسباب اللي ترجع له أنه ما يكونش موجود. مجمل القصة بالنسبة لي بقى، ربنا يولي من يصلح، وحقيقي يعني وبكل أمانة اللي هينجح في انتخابات نادي الزمالك محدش يقول له مبروك، اللي هينجح في انتخابات نادي الزمالك هنقول له شد حيلك الشيلة تقيلة، بس هنقوله كده، هنقوله كده، نقوله شد حيلك الشيلة تقيلة. الأسماء اللي أنا ذكرتها دي كلها مع كامل التقدير والاحترام لازم يبقوا عارفين إن هو داخل تحدي، أنا بحاول أنتقل للألفاظ، تحدي شرس، تحدي شرس. وانت لما تيجي في تحدي شرس انت المفروض قعدت فكرت كويس انت هتعمل ايه عشان نادي الزمالك. لازم، ما هو انت لازم تبقى فاهم ان انت هتيجي كرسي نادي الزمالك ده. الاسماء، كل الاسماء الاسماء الفاضله اللي تم ترشيحها واللي انا ذكرتها لحضراتكم كلها، انت هتيجي نادي الزمالك ارجوك جمهور الزمالك مش عايز يسمع اي اسطوانه باي نغمه، اقفل على نفسك اشتغل وانت المفروض جايب حلول، لان انت جاي نادي الزمالك مش برستيج، ها مش جاي شكل اجتماعي لطيف، ها لا، انت جاي مطحنه شغل. انا معايا على التليفون نجم نادي الزمالك والاسم الكبير في نادي الزمالك كابتن ايمن يونس، واللي لسه منذ دقائق كنت بتكلم مع حضراتكم قلت لكم انه كان يعمل خلال الفتره الماضيه مع ابناء نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك وجمعهم في بيته، وكان من المنتظر ان يكون متواجدا في الانتخابات ثم لم يعد متواجدا. انا معايا على التليفون كابتن ايمن. يا كابتن ايمن اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي مساء الفل. تحياتي ليك وتحياتي على المقدمه الجميله. ربنا يخليك يا رب يا كابتن ايمن. من فعلا ده الوضع المطلوب اللي انت اختصرته او قلته بشكل ان مفيش اعذار. لان انا مش عايز البرنامج الانتخابي بتاعك يكون دموع. ايوه. على نادي الزمالك. أيوة. مش عايز البرنامج الانتخابي بتاعك شعارات في حب نادي الزمالك. يعني الحاجات دي كلها نتمنى ان احنا نشوف برامج واضحه عشان نحاسب بعض عليها، لان دي المشكله بتاعتنا كلنا. ان احنا ما بنقولش ايه اللي في دماغنا، ايه اللي هنشتغله. هل داخلين بفكر وبرؤيه وعاملين ترتيب لكل حاجه، ولا داخلين بنحب؟ ما هو الحب فيه انواع كتير من الحب. صح. لكن اتمنى طبعا كل التوفيق لكل الناس اللي هتنتخبهم الجمعيه العموميه، اللي لازم نقول واعيه وفاهمه هي عايزه ايه. انت هتعمل ايه للفرق الرياضيه؟ هتعمل ايه للمجتمع بتاعك اللي هو العيله الكبيره بتاعتك النادي الاجتماعي؟ مظبوط. ازاي هتطور كل ده؟ ازاي هتعمل حاجه جديده؟ ازاي هتحل المشاكل؟ كل الادوار معموله ازاي؟ يعني اتمنى ان الموضوع ما يبقاش كلام، لان بصراحه الماموريه صعبه. كان نفسي اكون موجود. ايوه. ليه بقى؟ ليه كابتن ايمن مش موجود؟ يا ابراهيم انت مش هترقصني، انا حافظك. ماشي. اصل انا لو مش حافظك كنت سكت. اتفضل. لكن انا حافظك انت مستني. طبعا يوم ما الكابتن ابو رجيله طلب ان هو يعمل اجتماع بلعيبه الكوره ويتكلم معاهم واتكلم كاب، وبالمناسبه عندك النهارده نحب نقول له كل سنه وهو طيب عيد ميلاده. ربنا يحفظه ويحميه. وده حاجه مهمه قوي في حياتنا كزملكاويه. صحيح. كابتن ابو رجيله قيمه وقامه، وجمع وجاب كابتن حسن شحاته وجاب كل الكباتن اللي ممكن تتخيلهم اللي يحبوا ان هم يشاركوا في حلول نادي الزمالك، والناس كلها عبرت والناس تحمست وناس قالت تخش وناس داخله بحب من غير برنامج وناس داخله وعشان عايزه تخدم بس.
في الاخر حصل كلام، حصل طبعا كلام كابتن حسين لبيب، راجل محترم قوي، جالي مرتين ثلاثه في البيت وقعد معايا وطلب ان انا اخش. قلت له وقتي صعب، ملتزم بحاجات كتير، لكن ما اقدرش ابدي حاجه عن نادي الزمالك. مظبوط. لان انا محضر كنت برنامج متكامل للتعامل سواء في المناطق الكورة او في المناطق العاديه او في المناطق المجتمعيه جوه نادي الزمالك او النادي الجديد. هو الراجل بصراحه قعد معايا ودرسنا كل حاجه، بعدين في الاخر حصل المستجدات اللي هي بتاعت ان الاستاذ احمد سليمان، الكابتن احمد سليمان قال ان عايز يخش في مع الكابتن حسين لبيب. ما اعرفش انا الوضع كان حصل ازاي، لكن هو قال مصلحه عليا والمش يعني الكلام المحترم ده، وجاء قال عايز اخش. كابتن حسين لبيب قال لي واتكلمنا بمنتهى الوضوح، وقلت له والله انا ما قادر، اذا كان هو قادر خلاص وشايف ان هو نفسه خلاص خليها، لان انا كمان كنت مصمم على حسين السيد، لان هو بصراحه واحد بني ادم ادارجي 10 على 10، محافظ على كل سريه اي حاجه بتحصل قدامه. الراجل ده بصراحه لدرجه انك تفضله على نفسك يا كابتن ايمن؟ افضله على اي حسين السيد الاساس في المدرسة. والله طبعا راجل مهذب جدا، راجل كتوم جدا، ودي ناس قليله قوي في الوسط بتاعنا اللي هو ما يحبش يتكلم عن حاجه حصلت في الاجتماع في مشكله انت ممكن تدبسه فيها ما يردش، حتى يعمل عنده ترابيزه مجلس اداره بيتعامل من خلالها. فيري بروفيشنال زي برضه انا اتربيت في وسط المجموعه دي كده، انا صعب وانا كنت ماسك اي حاجه تعرف مني اي موضوع انا ما بتكلمش. ايوه وتربينا كده. وانا لقيت ان الاجواء حلوه والناس فرحانه، والكابتن حسين لبيب طبعا جزء من الهم الانتخابات وقع عنه وبتاع، ببارك للناس، ما هو زملكاوي. ايوه يعني باركت لهم، وطب لا خلاص انتوا كملوا المشوار وهنساعدكم وندعمكم ونقف جنبكم. ودي الموقف اصله صعب يا ابراهيم. يعني الموقف ما تسهلوش خالص. ايوه يعني اللي عايز حمل انا لسه بقول ما حدش هيقول لحد مبروك، اللي هيتقال له يقول له شد حيلك واشتغل بكره الصبح. ما انا قلت لك انا معجب بالدخله بتاعتك من انت قلت كل اللي يتقال في المنطقه دي. فاذا كان هم متحمسين ومتحمسين مع بعض مجموعه محترمه اهلا وسهلا، بس في ناس كتير كمان موجوده بتحب النادي وعايزه تخدم وعندها برامج. هشام ياكن ما تستقلش بيه خالص، وهشام ياكن ممكن يبقى له دور في بعض العناصر اللي ليها دور وليها تاثير جوه النادي في الانتخابات، زي الدكتور عبد الله جورج سعد ابن واحد من اهم رموز المشجعين في تاريخ نادي الزمالك. جورج سعد وعبد الله ليه تاثير وليه طب هي قايمه متكامله وفي بعض العناصر، لكن تعالى نتكلم بقى في النقطه الاهم اللي الناس لازم تفهمها. هم في الاخر كلهم اسره واحده، مفيش خلاف. ماشي. هم داخلين كل سواء الفردي او اللي عامل قوايم، لان في قايمه تانية داخله. ايوه كله داخل، والقايمه التانية برضو خلي بالك هيبقى لها تاثير ووضع وليها ناسها. يعني الموضوع كده، لكن احنا بقى كزملكاويه مهتمين بنادينا، ايه اللي يهمنا؟ يهمنا هدوء، يهمنا قايمه تبقى شبه كامله، يهمنا ناس عندها برنامج واضح. وانا بطالبك يا ابراهيم ان هي حتتك وانت شاطر فيها. اتفضل يا كابتن. لان انا لو كنت هخش كنت احب قوي اعمل زي حاجه زي المناظرات. ايوه اتفضلوا نسال نعرف برنامجكم، نعرف افكاركم، طريقه التنفيذ، مواعيد التنفيذ، ايه اللي انت شايفه، ايه اللي انت عارفه، ما انت لازم يعني ده برنامج بتاعك. ايوه شخصيتك وتركيزك. طيب هل يا كابتن ايمن بحكم قرب حضرتك اصلا من المشهد بشكل كبير جدا جدا، هل شايف انه المرشحين على اختلاف مناصبهم اللي هم مترشحين عليها عندهم برامج طموحه لنادي الزمالك؟ انا اسف في اللي انا هقوله، بس انا متخيل ان حضرتك تفهمه والجمهور هيفهمه برضو. انا مش عايز الاقي بعد ما ننجح في الانتخابات بعديها باسبوع نعمل مداخلات نقول للناس احنا نفتح حساب لنادي الزمالك تعالوا نتبرع عليه. مش يعني بصراحه شايفها مش هو ده الحل يعني. فانت شايف ايه؟ تبقى كارثه. كارثه. لا اللي داخل، ما انا ليه بقول لازم نعرف الناس بتفكر ازاي عشان نقدر ندي الصوت لمين؟ ما انت مش ممكن تلاقي ناس مش مثلا ويل نون لكن عندها قدرات فكر مرتبطه بالاقتصاد الرياضي ومرتبطه بالازمات الرياضيه ويقدر يحل لك والكلام ده كله، فانت لازم نسمع الناس كتير. والله على فكره حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، سمعونا صوتكم، سمعونا ايه اللي انتوا هتعملوه لنادي الزمالك، مش فكره بس فلان مترشح باسمه وتقله بس كخبرات وكرصيد. انا مش عايز حد يقول انا بحب الزمالك. لا كلمني يعني اطلع كلمني اطلع كلمني. الزمالك وصعبان عليا واحنا خلي بالك شعب كمان ثلاث ارباعه بيفكر بقلبه عاطفي.
كله بيفكر بقلبه. انا لما اشوف واحد مدمع ولا بتاع قلبي بيوجعني. لكن هو المهم برنامجك ايه؟ انا مش عايزك تقول اي حاجه غير انا بمتلك برنامج طموح قوي اقدر انقل بيه مشاكل نادي الزمالك لمنطقه تانية. واللي بيحلم ان ينقل مشاكل نادي الزمالك في يوم في اسبوع في شهر يبقى حالم. لازم كمان يقول خطوات التخلص من الاعباء اللي موجوده على نادي الزمالك. صح. ولازم تكون واضح مع الناس. يعني انا لو انت في المكان ده لازم يكون عندك تفصل مثلا قطاع كره القدم. فتيجي تقول السنه دي الناس بتقول لك فين الصفقات؟ طب حلوا الاول مشكله القيد. تيجي بعد كده فين الصفقات؟ هو هل انت تمتلك حاليا قدره صفقات في اللي موجود؟ لازم يبقى عارف كده. يبقى انت لازم تحافظ على اللي عندك. طب ليه تحافظ؟ واحد يقول لك ما تبيعوا زيزو وتحلوا المشاكل. اقول له عفوا، ده نادي الزمالك ده نادي بطولات. برافو عليك، برافو عليك. لما الدنيا تتطربق ده نادي بطولات. انا ما ببيعش لعيبه مؤثره، انا ببيع لعيبه مش هتفيدني. صح. لكن نادي البطولات ما يبيعش لعيب كبير، واحنا نادي بطولات، نادي منافس قوي لكل المنافسين بتوعنا. فانا متفق معاك في الحوار بصراحه، يعني ويل دان في حوارك يا ابراهيم. ربك اشكرك قوي. انا اللي بشكرك برضو، لاني شعرت من كلام حضرتك ان هناك نكران ذات حصل في مساله العمليه الانتخابيه، لان عارف ان انت عندك طاقه كبيره كنت عايز تقدمها لنادي الزمالك، لكن على ما يبدو ان حضرتك اخترت طريق انك لا، لو في حد عايز يبقى موجود انا هبقى عندي نكران ذات، مش هبقى موجود. كلامي ان الراجل اللي اسمه كابتن حسين لبيب ده راجل محترم جدا، وراجل ما كذبش في كلمه، وراجل بيقول الحق، وراجل كويس التزم كويس بكل حاجه قالها، وكان كل حاجه بمحض اختياري او بمحض اختياري. محض اختيارك صحيح، انت فاهم. لازم نتفق ان انا ما فيش اي حاجه انا اللي مختار كده وانا اللي قايل كده. وبتمنى التوفيق، لان مش المشكله مين، المشكله الزمالك لازم يرجع الطريق. انت زملكاوي، زملكاوي كبير يا كابتن ايمن. انت كابتن، انا عيله كلها زمالك، مفيش حد حتى في العيله، انا من وانا صغير مفيش حد في العيله كان موجود عندنا اهلاوي. البيت كله بجدتي باهلي بعمامي. الزمالك يكسب تروح جدتي داخله المطبخ وعامله الرز باللبن وعامله كل حاجه وموزعه العماره فرحه. اتربيت في بيت كده شكله كده. فانا حياتي كلها الزمالك. يا رب يوفق الزمالك المرحله الجايه. انا بشكرك يا كابتن ايمن، والله انا بشكرك على المداخله دي، في لانها حاجه محترمه جدا جدا في هذا التوقيت تحديدا يعني. وانا مش هخبي على حضراتكم يعني، فريق الاعداد اخذنا وقت عشان نقنع الكابتن ايمن يونس انه يكون موجود معانا على الهواء، لانه قال لك انا عايز اسيب المساحه للناس اللي تبقى موجوده. فدي حاجه، لكنه حاجه محترمه جدا من الكابتن ايمن يونس. الراجل بيتكلم بميزان في كل حاجه. النقطة اللي كنا بنتكلم فيها انا والكابتن ايمن يونس، اتمنى هي عدة نقاط. النقطة الاولانية بامانة الله اللي جاي فاكر ان هو هيحل مشكلة نادي الزمالك بان هو يبيع زيزو، انت عندك مشكلة يعني اطلع من الانتخابات، ما تخشش احسن يعني. انت قدمت طيب، ما تروحش بقى، اعمل اي حاجة خلاص، اسحب بقى، اعمل اي حاجة، اسحب اوراق ترشحك، اعتذر، اعمل اي حاجة. اللي جاي وفاكر انه نادي الزمالك كرسي حلو بوزيشن، لا ده كرسي من نار ما فيهوش حدش يعني، ما حدش هيسمي عليك، انت مش جاي تتصور، ما فيهوش تصوير خالص، انسى بقى القصه بتاعت التصوير دي خالص. اللي جاي وفي باله ان حلول نادي الزمالك هتبقى عن طريق فتح باب التبرعات، ما يعني ما في ده، دي القصه دي بقى لها بتاع حوالي 10 12 سنه، اكتر 20 سنه مثلا، كل ما تحصل مشكله نعطل يقوم طالعين يلا نفتح رقم حساب ونقعد نتكلم. وزي ما الكابتن ايمن يوسف بيتكلم، احنا عشان عاطفيين فطب ايه الحلول يا جماعه، ما احنا مش عارفين. لكن لا، اللي جاي هيقعد على الكرسي لازم يبقى فاهم ان هو لازم عنده حلول. ايه هي؟ انا ما اعرفش، بس لازم عنده حلول. وجاي على الكرسي ده لازم يبقى عنده حلول، ما يكلمناش عن التبرعات وما يكلمناش عن الحاجات دي، وما طلعش كل شويه يقول للناس احنا بنشتغل، احنا بنحاول، احنا احنا احنا. والله لو عايزين حاجه لوجه الله يعني حولها لوجه الله. وانا راجل بشتغل في الشغلانه ديت، واللي هقوله ده مش المفروض ان انا اقوله، بس انا هقوله سكه اهو دغري يعني. اللي انا هقوله ده مش المفروض ان انا اقوله، لكن هقوله. رسالة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في المستقبل، أنتوا محتاجين تقعدوا سنة ما تعملوش مداخلة في أي مكان، سنة تكلموش خالص. لما تحبوا تكلموا الإعلام وتكلموا جمهوركوا اعملوا مؤتمر وشخص متحدث مسؤول يطلع يتكلم فيه. كتر الكلام ما بيجيبش حاجة، الفعل هو اللي بينجح. كتر الكلام ما منوش فايده، ما منوش رجعه يعني.
انما لما بتشتغل تنتج عندك موضوع جدلي ما محتاج التوضيح اطلع اعمل المؤتمر ده لو انتوا بتفكروا في مصلحة نادي الزمالك. هلا اروح لفصل وبعد الفصل عن تفاصيل في منتهى الأهمية في النادي الأهلي. خليكم معنا بعد الفصل. أخبار وتفاصيل في القلعة الحمراء النادي الأهلي مهمة جدا، وعندي حوار عبر سكايب مهم جدا جدا للأهلوية بعد الفصل. عبر سكايب بعد ثواني قليلة هيكون موجود معايا البروفيسور الكبير مستر كريستيان فينك، وهو الطبيب المعالج لمعظم لاعبي الأهلي اللي اتصابوا خلال الفترة اللي فاتت بقطع في الرباط الصليبي. تعالوا نشوف سوا مع بعض دكتور أو البروفيسور فينك وقصة سريعة. هو أجرى جراحات الرباط الصليبي للعديد من لاعبي الأهلي أكرم توفيق، كريم فؤاد، عمار حمدي. أجرى جراحة غضروف الركبة لمصطفى شوبير خلال ولاية طبيب الأهلي الأسبق الدكتور أحمد أبو عبلة. تواجد عنده مؤخرا إمام عاشور ومعه أكرم توفيق وكريم فؤاد للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية قبل التواجد في التدريبات الجماعية. فينك هو نفس الطبيب الذي قام بعلاج العديد من النجوم زي جوشوا كيميتش، لروي ساني، لوكاس هرنانديز، توليزو، نوير، جورتسكا، ساديو ماني والعديد من النجوم اللي بتتألق في جميع أنحاء العالم. البروفيسور فينك معنا عبر جمهور التالتة. في البداية خليني أقولك أنه سعيد جدا بوجودك معنا مستر فينك لأول مرة في أي قناة على الإطلاق كانت مصرية أو عربية. تحياتي وسعداء بوجودك معنا عبر شاشة أون تايم سبورتس 2 وبرنامج جمهور التالتة. أهلا وسهلا بحضرتك. Welcome from Austria. Thank you very much for having me. أهلا بكم من النمسا، شكرا على استضافتي. أهلا وسهلا بحضرتك، وخليني أقولك أنه لك تقدير كبير عند جمهور النادي الأهلي نظرا لما قدمته من رحلات علاجية وجراحات كانت كلها ناجحة لمعظم لاعبي النادي الأهلي، فهذا في البداية شيء طيب. يدفعني لسؤال حضرتك عن كيفية بدء العمل، كيف كانت مع النادي الأهلي على الصعيد الطبي؟ Yes, well, I have been dealing with some كنت أتعامل مع العديد من اللاعبين الدوليين لكرة القدم، وبشكل ما لا أتذكر التواصل الأول مع النادي الأهلي، ولكن أول اتصال لي من مصر كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي أن يسألونني إذا كنت متاح أن أفحص اللاعبين، وكان هذا منذ 3 أعوام.
خليني أسأل حضرتك عن ما هو الجديد فيما يتعلق بمسألة جراحات الرباط الصليبي. لدينا العديد من المعلومات التي تحتاج إلى تجديد. البعض يرى أن اللاعب يعود إلى الملعب عقب 6 شهور، البعض الآخر يتحدث عن ضرورة العودة بعد 9 أشهر. أريد أن أعرف من حضرتك الجديد فيما يقدمه العلم في هذه الجزئية تحديدا، والأفضل لمصلحة اللاعب. Yeah, so lots of things happened over the last years in surgery. أشياء حدثت في الأعوام الماضية فيما يتعلق بهذه الجراحة، وهي أمور فنية، منها إجراءات إضافية. نحن نهتم أكثر بهذه الإصابات، ونعرف أن هناك إصابات مختلفة تنتج عنها، ونعرف أن هناك فرصة لإمكانية إعادة الإصابة مرة أخرى. وأيضا هذا النوع من الإصابة أو إصابة بالرباط الصليبي يحتاج للتأهيل الجيد للحفاظ على ثبات الركبة. ولكن منذ عدة أعوام كنا نقول أن اللاعب لابد أن يعود بعد 6 أشهر. هناك بعض اللاعبين كانوا يخاطرون ولا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، ولكن 6 أشهر أصبحت هي الحد الأدنى، وبعد ذلك المعيار أصبح 8 لـ9 أشهر، ويتم اختبار اللاعب فني بدنيا، ونعرف من خلال هذه الاختبارات إذا كان جاهزا أم لا. وأنا بالفعل اللاعبين الذين كانوا لدي لكان لابد أن يمروا باختبارات ميكانيكية واختبارات طبية لكي يعرفوا متى سيعودون تحديدا. ماذا عن أكرم توفيق تحديدا؟ أكرم أصيب مرتين بقطع في الرباط الصليبي في كلا القدمين، ماذا عن حالته؟ وهل أسباب الإصابة تعود إلى الحماس الزائد لدى اللاعب نفسه وما لديه من طاقة وقدرة في الملعب؟ No, I do not think so. I mean, أنا لا أعتقد أن there might be some factors which we are still not aware of, but I think he was really تعرض لأمور لأشياء لا أعرفها، ولكن أقول أنه كان غير محظوظ على الإطلاق. في هذا الاختبار الذي أجريته له أرى أنه لاعب رائع، ولاعب له إمكانيات بدنية كبيرة، وبالنسبة للنادي الأهلي هو لاعب هام جدا، والأهلي يسعى كثيرا لكي يعود اللاعب في أسرع وقت. هذا اللاعب فقط كان غير محظوظ في تلك الإصابة الثانية، وأتمنى أن يعود سريعا إلى الملاعب. متى يعود إلى الملاعب، وما هو الدور التنسيقي بين حضرتك أنت من أجريت العملية والجهاز الطبي في النادي الأهلي؟ الناس لديها الشغف لمعرفة هذه الدورة التنظيمية بينك وبين الأهلي. Yes, this is the really nice thing. We have a very هذا هو الشيء الطيب، أننا لدينا تعاون جيد جدا مع الفريق الطبي للنادي الأهلي، وهذا شيء شديد الأهمية. كما قلت أنني أجري عمليات جراحية للعديد من لاعبي كرة القدم، وأحب دائما أن أتواصل مع الأطقم الطبية، لأن هذا عامل هام جدا في سرعة عودة اللاعب، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالاستعداد البدني، ولكن يتعلق أيضا بالاستعداد الذهني. أنا كطبيب أحتاج للأطقم الطبية للفرق، لأنهم هم من يحددوا متى يمكن للاعب العودة إلى الأداء بكامل طاقته. إذن متى يعود أكرم توفيق؟ Yes, as far as I know, he started
training. هو أنا أعرف أنه بدأ التدريب في المعسكر التدريبي في النمسا، وأنا أرى أنه تأهيل بالتدرج. لا يمكن أن يلعب مباراة كاملة، لابد أن يأخذ دقائق تزداد كل فترة، وأعتقد أن عودته ليست بعيدة. كريم فؤاد، كيف تقيم حالته وهو أيضا واحد من نجوم النادي الأهلي، أصيب في عز تألقه بقطع في الرباط الصليبي، كيف هي حالته ومتى أيضا سيعود بمشيئة الله؟ Also he is a super athlete, the real. أيضا هو رياضي رائع مثل أكرم، ولديه قوة إرادة رائعة جدا ومهمة للاعب كرة قدم، وأرى أنه جاهز ذهنيا، ولكن كريم يحتاج لبعض التقويات في الركبة المصابة، ولكنه أدى جيد في الاختبار الطبي، وأنا أيضا أعتقد أنه ليس بعيدا من العودة إلى الملاعب واللعب بكامل طاقته في النمسا. بدأ اللعب مع الفريق، أتمنى أيضا أن لا تكون عودته بعيدة، وأتمنى أن يكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي. ما هي النصيحة التي وجهتها إلى الجهاز الطبي للنادي الأهلي فيما يتعلق بمشاركة الثنائي في المباريات أكرم توفيق وكريم فؤاد؟ النصيحة دائما هو أن يتابعوهم عن قرب ويعرفوا إذا ما كانوا أصبحوا أقوياء بالقدر الكافي لكي يلعبوا ويندمجوا مع الفريق، لأن بعد هذا التوقف الطويل نجد اللاعبين لديهم حماس كبير للعودة إلى الملعب ويريدون أن يشاركوا بأسرع ما يمكن، ولكن قلت لهم أن عليهم أن يعودوا بالتدريج إلى الفريق. هذا موقف صعب، ولكن هذا يتم التعامل معه بشكل محترف جدا مع بواسطة الفريق الطبي للنادي الأهلي. مؤخرا وعندما كان الأهلي بالنمسا قام دكتور وفائي أخصائي التأهيل ومعه كل من كريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور بزيارة حضرتك، كيف كانت هذه الزيارة وأيضا الأمور التي تناقشتم فيها عن هذا الثلاثي؟ كانت زيارة ودية جدا، ألطف كثيرا من الزيارة الأخيرة عندما أتوا إليه وهم مصابين، خاصة كريم وأكرم كانوا مصابين، وفي الحقيقة هذا دائما ليس موقفا جميلا أن يكون اللاعب مصاب. في الحقيقة كانوا يريدون أن يتأكدوا من أنهم جاهزين للعودة، وكانوا سعداء جدا وكانوا متحمسين لإجراء هذا الاختبار ويقاتلون من أجل الوصول إلى مرحلة طيبة جدا في التأهيل الطبي، وبالتأكيد رأيت أنهم ذهنيا جاهزين تماما للعودة إلى الملعب. كان يوم لطيف وأيضا يوم قوي في الاختبار الطبي، وبالنسبة لي كانت زيارة ممتعة جدا، وفعلا شيء ممتع أن ترى لاعب وهو جاهز وللعودة إلى الملعب بعد الشفاء من الإصابة، كان شيء طيب أن أرى هؤلاء اللاعبين. بروفيسور، خليني أسألك فيما يتعلق بهذه الجزئية النفسية ما بين اللاعب وقدومه إليك في الزيارة الأولى وهو مصاب محملا بأعباء كثيرة جدا جدا وبداية الجراحة ثم التأهيل، كيف تكون هذه المرحلة الحساسة تحديدا؟ عندما يأتي لاعب مصاب الأمر يعتمد عليه، بعض اللاعبين تكون هذه هي إصابته الأولى فالأمر يكون صعب جدا عليهم، أما آخرين أصيبوا من قبل فالأمر أسهل نوعا ما، ولكن ما أحاول أن أخبرهم به هو أن الأهم أن صحيح أن الإصابة شيء غير طيب، ولكن كلاعب محترف لكرة القدم عليك أن تستغل الوقت بشكل جيد بسبب كثافة المباريات، عدد المباريات، لا توجد فرصة للتدريب بشكل
منتظم أو هناك فراغات. أما فترة هذه الراحة من اللاعب من الممكن أن يتدرب على تقوية نقاط الضعف، وهذين اللاعبين لعبوا على تقوية أنفسهم بدنيا وأن يكونوا أفضل مما كان. هدفنا هو أن يكون اللاعبين أفضل بدنيا، وأننا دائما نحفز اللاعب، اللاعبين لا يشعرون بالحزن بسبب الإصابة، ولكن أقول لهم دائما ركزوا على مرحلة التأهيل لأن هذه هي التحدي الأكبر، ودائما دائما نحاول أن نحفزهم. وشيء طيب أن يكون لديهم فريق طبي قريب منهم، أيضا عائلاتهم حولهم يدعمونهم لكي يعودوا بأمان إلى الملعب. دعني أسأل حضرتك فيما يتعلق بإمام عاشور. الأهلي استغل التواجد في النمسا وعرض أيضا عليك حالة إمام عاشور، كيف هي حالة اللاعب ومدى طمأنينة حضرتك لتواجده في اللقاءات والمباريات الجماعية؟ Yes, so Eman, I have seen him for the first time. رأيت إمام لأول مرة. هي إصابة عضلية صعبة، من الصعب أن تتنبأ بها كم وقت، كم من الوقت سيستغرق الشفاء. كان أمرا صعبا، ولكن في الفعل إمام أدى تدريبات تأهيلية جيدة. عندما رأيته كان في حالة جيدة جدا وحالة ذهنية رائعة، ولم يشكو من أي ألم. والعودة بعد إصابة عضلية شيء صعب أيضا، لأنك لست متأكد أن الأمور ستكون سهلة. حتى في الرباط الصليبي الأمور تكون أكثر ثقة، إصابة العظام تكون أكثر ثقة في أنك ستعود للملعب بشكل طيب. أما الإصابات العضلية من الصعب أن تقول أن الإصابة قد شفيت تماما. أيضا ينطبق عليه ما ينطبق على الآخرين، عليه أن يدخل المباريات بالتدريج. بدأ في الاشتراك بالفعل مع الفريق في المعسكر الإعداد، وشيء جيد جدا أن نرى إمام في الملعب مرة أخرى. دائما لدي سؤال محير فيما يتعلق بعودة اللاعبين أو أسباب الإصابة نفسها. هل هناك أو وجهة نظر حضرتك في أسباب إصابة اللاعبين في مصر بالقطع بالرباط الصليبي؟ هل هناك أسباب محددة؟ الملاعب، أرضية الملاعب، جودتها، الأحمال، أم هي أمور أخرى مختلفة؟ لا أعتقد أنها كل هذه الأسباب. عندما تنظر إلى إصابات الرباط الصليبي أو معدلها سيكون كبير جدا في جميع الملاعب، وكان علي أن أجري عمليات جراحية للاعبين من النمسا وألمانيا وإيطاليا. كل اللاعبين لديهم فرصة بالإصابة بالرباط الصليبي في كرة القدم للمحترفين، ولا يمكن أن أقول أن هناك مشكلة مصرية تحديدا أو في مشكلة في أي دولة أخرى. هذه أمور تتعلق بالخطورة المتعلقة بهذا النوع من الرياضات، وهي الإصابة بالرباط الصليبي. كيف كان التنسيق بين حضرتك وبين دكتور أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي الأسبق فيما يتعلق بحالات اللاعبين اللي تم ذكر اسمهم، بالإضافة إلى أيضا كمان عمار حمدي؟ Yes, yes, yes. Well, it's always a process because هو إجراء وعملية مستمرة، متواصلين دائما، نرتب كل شيء معا في كيفية حجز المستشفى للاعبين والفندق وأيضا جلسات العلاج الطبيعي. الأمر لا يتعلق فقط بالجراحة، ولكن هناك أشياء أخرى لوجستية تتعلق بإجراء الجراحة، وأكون سعيد بوجود الطبيب النادي مع اللاعب داخل غرفة العمليات ليرى كيفية أداء العملية، وبالتالي هذا يساعده في عملية إعادة التأهيل. وعندما يعود إلى وطنه يعرف ماذا تم وماذا حدث ويضع البرنامج. ولهذا السبب شيء هام جدا مع الطبيب الفريق أو رئيس الجهاز الطبي. هذا شيء ثمين جدا للاعبين، أن يكون هناك تواصل ما بين الطبيب الذي أجرى الجراحة والفريق الطبي. سؤال مهم على قد يكون على الصعيد الشخصي،
كانت لدينا وجهة نظر في مصر أن أغلب عمليات الرباط الصليبي تقام أو يتم إجراءها في ألمانيا، ثم تحولت الدفة شيئا فشيئا إلى النمسا. ما هي الأسباب؟ Well, this is really hard to say. صعب جدا أن أجيب على هذا السؤال أو أن أتوقع. بالنسبة لي شخصيا هو أنني أن دكتور طبيب بايرن ميونخ السابق في الثمانين من عمره ولا يزال يعمل، واتصل بي عام 2018 وقال لي أنه طبيب فريق بايرن ميونخ وقال أنني أعمل بشكل طيب وطلب مني أن أجري الجراحات للاعبي بايرن ميونخ أو كل المرضى الخاصين به، وبدأت استقبال لاعبين من بايرن ميونخ ثم لاعبين إيطاليين، ثم هذه الشبكة الكبيرة من لاعبي كرة القدم بدأت تتدفق على النمسا. أنا سعيد جدا أن هؤلاء اللاعبين يأتون إلى هنا، ولكن لا يوجد شيء تحديدا يمكنه الاستمرار. هكذا هي الأمور الآن، ولكن لا نعلم إذا ما ستستمر. ربما سيعودون مرة أخرى إلى ألمانيا أو يذهب إلى مكان ثالث أو رابع، لا نعرف، ولكننا كنا محظوظين جدا بعلاج العديد من اللاعبين خلال السنوات الماضية. بروفيسور كريستيان فينك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار الغني الثري بما فيه. بشكر حضرتك لاقتطاعك هذا الوقت لكي تكون متواجدا معنا. أعلم مدى ما لديك من إجراءات وعمليات كثيرة في هذا التوقيت. أشكرك شكرا جزيلا وأنقل لك كل تحيات فريق العمل في المجموعة. بشكرك شكرا جزيلا. Thank you very much, and I really wish you all the best. شكرا جزيلا وأتمنى لكم كل الخير وأتمنى كل اللاعبين كل الخير وموسم ناجح جدا للنادي الأهلي. أشكرك شكرا جزيلا بروفيسور النمساوي كريستيان فينك، وحوار مهم جدا جدا. بشكر طبعا زميلنا العزيز المتألق عمرو ثروت على الشطارة الحلوة اللي في السكايب ده، لانه انا عارف كويس احنا تعبنا قوي عشان خاطر نعرف نتواصل مع الراجل خلال الفتره اللي فاتت، لانه محافظ جدا على الحوار يعني. طيب امبارح اخ عبد الباسط اله يستره جه يضرب لنا كرسي في الكلوب، راح ايه اليمين جه شمال والشمال جه يمين والدنيا بشلكت، والناس بقى بتسال هي قصه الراجل الجديد مودست ده هيشغلها، حصلت حاله كده ها لخفانة والناس تبعت لي والبتاع ومش عارف ايه، وانا بحب الناس والناس بتحبنا وتحب المجموعة وتحب دايما انا بحب فكرة ان احنا بيت واسرة ها؟ يعني القصة كلها على بعض يعني، لا وانتوا قلتوا واحنا قلنا فنقعد وندردش ونتكلم مع بعض، فخلينا نفك بقى كل حاجة من بعضها كده واسمع الكلام اكنك ما سمعتش اي حاجه. اسمع الكلام بقى ايه نظبط الايه الدنيا، لان انا النهارده عملت كان عندي مكالمه مطوله مع الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الإعلامي بالنادي الأهلي عشان نجيب المعلومة الإيه اللي هي المشفية من الآخر. وتعالوا نقسم القصة بتاعت مودست لثلاث بطولات، ماشي كده؟ ثلاث بطولات. البطولة الأولانية هي الأقرب اللي هي ماتش ببطولة، اللي هو أرجوك خليك معاه بس ركز في الحتة دي معلش عشان ما نتوهش من بعض، ماشي كده؟ البطولة الأولانية هي بطولة السوبر الإفريقي، مباراة واحدة ببطولة اللي هي مباراة اتحاد العاصمة الجزائري إن شاء الله بإذن الله هتتلعب فين؟ في السعودية في الطائف، مش كده؟ الأهلي أرسل ها قائمة يوم 30 أغسطس بتضم 18 لاعب. أنا بقول لك الكلام استنادا كمان على المركز الإعلامي في النادي الأهلي في كل ما أقول. أرسل قائمة فيها 18 لاعب وعدد من عناصر الجهاز الفني، مش مهم هم سبعة بس مش مهم إن إحنا إيه نخش في الحتة دي، خلينا في الحتة بتاعت اللعيبة. يحق للأهلي إدراج أي لاعب لحد قبل الماتش ب 48 ساعة. بشرط انه يكون عنده لعيب مصاب يخرجه فيدخل مكانه اي لاعب تاني. فمودست فلنفترض نقيس على الحاله اللي احنا فيها دي دلوقتي، انت عندك عمرو السوليه مصاب، لو استمرت اصابه عمرو السوليه والراجل جه وقع وبقى موجود، فمودست نعمل ايه؟ نقوم مستبدلين عمرو السوليه بمودست. النهارده نقدر، بكره نقدر، لحد قبل الماتش يوم ماتش 15 لحد قبل الماتش 48 ساعه نقدر نعمل القصه دي. خلاص دي الجزئيه الاولانيه حطها على جنب. البطولة اللي بعديها بقى على طول هي انهي بطولة؟ هي بطولة السوبر ليج، البطولة اللي هي المجمعة، ها؟ البطولة اللي هي الجديدة، خلينا نقول عليها ايه؟ البطولة الجديدة.
البطولة الجديدة ديت يا سيدي الأهلي هجيبها لك على الشاشة عشان بس ما تقعش منها، تقول يا شباب عشان نقرا عشان ما تقعش مني حاجة. البطولة الجديدة دي المفترض جاي لكم الناحية دي اهو. يوم 15 سبتمبر في البطولة الجديدة دي الأهلي هيقوم بعت القايمة المبدئية اللي هي بتضم 40 لاعب. ماشي كده؟ هيتم تخفيضها ل 30 لاعب يوم 10/10 دي القايمة النهائية، يبقى الأهلي هيبعت يوم 15/9 ده إيه في السوبر ليج اللي هي البطولة المستحدثة. قايمة فيها 40، ابعت يا عم 40. بعد كده هتصفيها يوم 10/10 تبعت لي قايمة نهائية فيها كام؟ فيها 30 لعيب. هنا الراجل اللي احنا بنتكلم عليه مودست يشارك بالثلاثة. بالبص بقى ما فيهاش كلام، مش مستني لحد يطلع على حد يخرج ولا حد يعمل ولا اي حاجه خالص كده، هو الراجل مشارك مشارك. ماشي كده؟ بقى خلصنا السوبر الافريقي، خلصنا بطوله السوبر ليج. ماشي كده؟ تعالوا نخش بقى على دوري ابطال افريقيا، وهي دي اللي فيها الحاله اللي اثارت جدل كتير. نشرح الموقف عامل ازاي. الاهلي ارسل فعلا قائمه تخطت 30 لاعب، 30 لاعب وشويه. ماشي كده؟ هيشاركوا في دور ال 32. القائمه اللي ارسلها الاهلي دي هتشارك في دور ال 32 قدام سان جورج الاثيوبي. ماشي كده؟ ذهابا وايابا. اي حاجه هتضاف بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد كده، اي حاجه هتضاف بعد كده ما تقدرش تشارك الا مع دور المجموعات. فالراجل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه مودست يقدر يشارك من امتى؟ من اول دور المجموعات. ما اقدرش احدده لك بميعاد شهري لانه ده متغير، ممكن يجي لك ديسمبر، ممكن يجي لك يناير. ولكنه يحق للاهلي انه الراجل يشارك معاه فين؟ في دور المجموعات. ماشي كده؟ اذا مودست في الثلاث حالات اللي انا شرحته لكم، الثلاث حالات دول يشارك مع الاهلي. سوبر افريقي يشارك، خرج له واحد مصاب يدخل. السوبر ليج يشارك، بطوله دوري ابطال افريقيا يشارك، ولكن باستثناء الماتش ده يخش على الماتشين اللي هم ذهاب واياب قدام سام جورج، يبتدي يخش من امتى؟ من دور المجموعات. تمام كده؟ ادي القصه كلها بتاعت الايه؟ الراجل مودست، الراجل المهاجم الجديد للنادي الاهلي. هي في نقطة بقى تانية ما تخصش الاهلي قوي، انما تخص الاربع اندية اللي هتشارك. مجرد سؤال، مجرد سؤال، مجرد سؤال، انا بدردش برضو معاكم زي ما اتعودت. انت القيد المحلي هتقفله يوم 15/9. القيد الافريقي ها مفتوح لحد 30/9. لا يجوز بحسب ما علمت، وده استنادا لكلام، لان انا مش راجل لائح يعني ما بفهمش في اللوائح، لا ادعي تخصص، لانه برضو تاني في نقطه مهمه عشان برضو حضرتك تبقوا موجودين فيها. المذيع يطرح جميع الاسئله في جميع المجالات، والمتخصصين فقط هم اللي بيبقى عندهم الرد. انا احب التخصص يعني، احترم ده جدا. فبنيجي للتحكيم يتكلم حكم، لما نيجي للتحليل يتكلم محلل، فما ينفعش اللي هي فكره انت تعمل كل حاجه، دي مش صح. ده الصح يعني، ده اللي اتعلمناه، اتعلمناه في الشغلانه وتعلمناه في الكليه. طيب يبقى احنا الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي تحديدا اللي هو انت هتقفل المحلي 15/9. طب افرض انا، طب افرض وانا مفتوح للقيد الافريقي لحد 30/9. طب افرض انا جالي لعيب يوم 17 عايز ايده، ما تعرفش تايده افريقي لانك لازم تايده محلي الاول. ده اللي انا عرفته، انه ما ينفعش، لازم الاول يتقيد محلي. فانت طب ما تمدها لي، مدها، طب استثني الاربع انديه. هو كده كده اللي جاب يعني، انا بس بدردش معاك ها، انا بفترض حاله يعني. انا بقول لك ايه، انا جاي اسير الجدل. فلنفترض مثلا الاهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، لا لعيب كويس وعايز يقيده، ما يقدرش بعد يوم 15 تقفل القيد المحلي، ما يقدرش خلاص يقيده في افريقيا طالما ما تقيدش اصلا محليا. وده اللي انا فوجئت بيه، ما كنتش اعرفه. انا بقول لك برضه استنادا لكلام النادي الاهلي معانا. ماشي، ده كده عشان سيادتك تكون في الصوره. طيب تفاصيل التقرير الطبي الخاص بعمر السلابي عشان نروح لفاصل. كابتن خالد بيبو تسلم تقرير طبي خاص بالقصه بتاعت عمرو السلايه، وعمرو السلايه مش حاجه تكون عارف عنده تجدد في اصابته في العضله الخلفيه. الكلام اللي كان بيتقال يعني، الكلام اللي كان بيتقال ان هو عنده تجدد في الـ في الـ في الاصابه في العضله الخلفيه. المصادر بقى قالت لنا ان التقرير، مصادرنا قالت لنا ان التقرير قال ان السلية بيعاني من اصابه متكرره في العضله الخلفيه، وتحديدا اربع اصابات
تحت بعض في العضلة الخلفية، تحت بعض في العضلة الخلفية. وقالوا كمان انه اللاعب تعرض للإصابة في اليوم الثاني بفترة الإعداد قبل سفر بعثة الأهلي للنمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. السلاية بدأ ينفذ البرنامج التأهيلي في إسبانيا خلال الأجازة الخاصة بتاعته أثناء الراحة اللي حصل عليها، بالإضافة إلى التأهيل كمان اللي شغال عليه في القاهرة بشكل منفرد قبل ما ينتظم في التدريبات الجماعية وإصابته الثانية. دي القصة بقى كلها في الجزئية ديت. والكاف بالمناسبة كمان بعت للأهلي بعض التعليمات الطبية قبل مواجهة السوبر الإفريقي، كورونا وما كورونا والحاجات اللي انت بالك فيها ومنها ديت. طيب بعد الفاصل خش بقى في الحوار الفني وخش في الصبورة وخش في تفاصيل اللي حضراتكم دايما بتحبوها. الحوار النهاردة مع كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك، فخليكم معانا في جمهور التالتة. مع حضراتكم وجاي معادنا مع الحوار ومشرفنا ومنورنا نجم من نجوم نادي الزمالك ومدير فني من المديرين الفنيين المتميزين ايضا كابتن محمد صلاح. كابتن صلاح اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل. وعامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. اخبارك ايه؟ وحشني والله. وحضرتك والله وحشني كتير جدا. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ان شاء الله باذن الله زي الفل. تعالى نبتدي بالتقرير، يلا بينا. يعد واحدا من أبناء الزمالك المخلصين الذين تفانوا في خدمته، فعند الحاجة إليه في أي منصب دائما ما كان يلبي النداء. إنه محمد صلاح نجم نادي الزمالك الذي يعد واحدا من أبرز نجوم القلعة البيضاء عبر تاريخها، وأحد المدربين الذين أشرفوا على قيادة الفريق خلال عدة فترات سابقة، فلم يبخل بذرة جهد من أجل خدمة النادي. وخلال فترته كلاعب مع الفارس الأبيض كان لمحمد صلاح دور كبير في تحقيق الزمالك للعديد من الألقاب، حيث شارك المدافع القدير في 139 مباراة محرزا 9 أهداف. وتوج محمد صلاح مع الزمالك بالدوري 3 مرات بالإضافة إلى بطولة كأس مصر 4 مرات، فضلا عن حصوله على لقب أفضل لاعب في مصر عام 1980. أما على الصعيد القاري استطاع أيضا أن يتوج مع الفارس الأبيض بدوري أبطال إفريقيا 2 وبطولة الأفرو أسيوية 1. وبعد الاعتزال اتجه محمد صلاح إلى التدريب، حيث خاض مسيرة طويلة فأشرف على العديد من الفرق، منها بلدية المحلة وجلدي وغزل المحلة، بالإضافة إلى الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وطنطا والترسانة والمنصورة. ليس هذا فقط، كما أشرف أيضا المدرب المخضرم على تدريب الوحدة والشعلة السعوديان، بالإضافة إلى الترسانة وتليفونات بني سويف وحرس الحدود والنجوم والسويس والقناة والسكة الحديد. ونجح محمد صلاح خلال مسيرته التدريبية في قيادة العديد من الفرق من دوري القسم الثاني إلى دوري الأضواء والشهرة، وهي المعادن وتليفونات بني سويف، بالإضافة إلى نجوم المستقبل وإف سي مصر موسم 2018-2019. عن رؤيته للدوري المصري في نسخته الجديدة ورأيه في تدعيمات الأندية قبل انطلاق المسابقة، هل ينجح الزمالك في التغلب على أزمة القيد والمنافسة بكل قوة على كافة الألقاب، وما هو تقييمه الفني لأسوريو مع الزمالك، ورأيه في نجاحات كولر مع الأهلي وتوقعاته للسوبر الإفريقي؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه محمد صلاح ضيف جمهور التالتة مع إبراهيم فايق. طيب تعال ناخدها واحدة واحدة. البداية هاخدها من عند جمهور الزمالك. جمهور الزمالك انت بتسمع نبضه وبتسمع هو عايز ايه ونفسه في ايه. جمهور الزمالك طموحاته ايه الموسم ده
بتكلم على مستوى الكورة بعد موسم كان مخيب للأمال الموسم اللي فات. شوف لو قعدت من هنا سنة سنتين قدام عشان أبي احترامي وتقديري للجمهور اللي بيستحمل كل حاجة وعمره في حياته ما ساب الفرقة. أنا كنت أتمنى يا إبراهيم يعني الناس تطلع تقول الحقيقة للجماهير عشان ترتاح، لأن السنة إيه الحقيقة؟ أي حقيقة، أي حقيقة ماشي، يعني في فلوس ما فيش فلوس، في لعيبة في جاية، في لعيبة مش جاية، عشان الاستقرار ماشي، لأن هو يهمه أن يبدأ صح، وأنا أتمنى أن الزمالك يبدأ صح. الجماهير عايزة تنسى السنة اللي فاتت بكل ما فيها ونبدأ سنة جديدة إن شاء الله يكون فيها بطولات، ده اللي عايزه، لأن كل التشجيع والسفر وحبه للعيبة واللعيبة حبها للجماهير لازم في الآخر تتواجب ببطولة واثنين وثلاثة، وده اللي اتحرم منه الزمالك السنة اللي فاتت لظروف خارجة عن إرادة الجماهير وإدارة اللعيبة. ماشي. كنت متواجد في الجلسات التحضيريه للانتخابات مع اولاد نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك ولا لا؟ قعدت بتاعت كابتن ايمن نمس، قعدت في بس كانت ايه الافكار المطروحه وهل شايف ان الافكار اللي اتطرحت في القعده ديت بتتنفذ مع الترشح اللي حصل للعديد من الاسماء المحترمه كلها ولا لا؟ لا، هو احنا كابتن ابو رجله كبير الكبير هو كابتن حسن. ايوه، هو قالوا اللي عايز يرشح يرشح واحنا وراه. حتى انا قلت اللي شايف في نفسه، مش عايز ترشح كمان نفسك يعني، اللي شايف في نفسه. لان اللي شايف في نفسه دي تترتب عليه حاجات كتير قوي. ماشي. شخصيه، فلوس، حب، انتماء، هيعمل ايه؟ انت قلت كل حاجه ما عدا الفكره. ما انا بقول هيعمل ايه؟ يعني هو نازل، ما خلي بالك هو اللي بس انا ليه راي مختلف قوي يا ابراهيم في موضوع الانتخابات دي. قول لي. يعني كنت اتمنى اللي بينزل انتخابات، خلينا في الزمالك، خلينا في الزمالك، وبيقول انا بحب النادي ماشي وانا جاي اعمل وجاي اسوي، كونك انت تيجي الزمالك ده ليه قيمه، البادج ده انك هتقعد 4 سنين نمره واحد ماشي، عشان تضحي. انا كمحمد صلاح بقول ان كل مرشح رئاسي، نائب، امين صندوق يتبرع ب5 مليون قبل ما يخش او بعد ما يرشح نفسه يعني قبل الانتخابات ما تيجي، واللي تحت مليون لو جمعت سي 50 الموضوع هيخش النادي ونقدر، لان الظروف دي صعبه جدا جدا، القيد، الناشئين، المعسكرات، المرتبات، المتاخرات. ما تزعلش مني يا كابتن صلاح، ما تزعلش مني، الفكره دي انا مش هادي اللي تناسب نادي الزمالك. لا مش هو، اصل انت مش بتشحت، انت حبك. لا انا مش عايز اقوم نادي الزمالك، انا اسف في اللي انا هقوله، احنا بنتناقش على فكره. انا مش بحجر على راي حضرتك، انت حاجه تقول اللي لا 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 يعني لا، دي فكره جات لي. انا مش بحجر، كل واحد كل بس واحد بس وصلت لحاجه. انا عارف انا عارف انا عارف كل واحد نازل هيصرف قد ايه في الانتخابات على نفسه عشان يعمل دعايه، هيصرف قد ايه وفي الاخر هينجح او ما ينجحش. لا انا بقول لك ايه، اصل حب الزمالك مش بالكلام. انا ليه عايز الناس تدفع فلوس؟ مش تبرع المرشحين ولا اللي بعد النجاح؟ لا المرشحين. مرشحين مش هتلاقي حد يدخل، مش هتلاقي حد دخل لو اتطبق الكلام ده. يعني اللهم رحم ربي يعني عشان تدفع 5 مش ضامن، ما حدش هيدفع عشان يبقى انت ما بتحبش النادي. ليه ما بحبش النادي؟ ليه ربطنا حب النادي بان انا اتبرع؟ لا ما انا جاي لك اهو بقى الحاجه الثانيه اللي اديني برنامج. ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. ما ممكن اكون انا راجل اداري ناجح بس معيش فلوس او مش عايز ادفع فلوس، او انا يعني راس مالي في دماغي هشغل لك دماغي وانا عندي برنامج طموح بافكار بكذا بكذا بكذا، انا كادر اداري، والكادر الاداري ما بيبقاش رجل اعمال، مش شرط يبقى رجل، اقصد مش شرط يبقى رجل اعمال، فانت هتحرمني وتحرم النادي من امكانياتي عشان خاطر انت عايز ندفع. طب صح ولا بتكلم غلط؟ انا بقول لك اصل ده صعب يتنفذ، لان دي لوائح. ما هي صعبه تتنفذ. انا بقول من عندي ماشي. طيب. يعني مثلا فاروق جعفر لما قال ان الانتخابات مش رجال اعمال بس، عشان ما يحسش ان هو بيدي فلوس من عنده بيدي فلوس النادي، دي حقيقه. ايوه، لكن احنا ما شفناش في العصور اللي فاتت الا
معظمهم رجال اعمال او ناس معاها فلوس، لان زي ما انت تقول لو انا دماغي اقتصادي هفكر بعد كده، بعد كده اما انجح هجيب فلوس ازاي. وخلي بالك فلوس نادي الزمالك موجوده، موجوده بره ماشي، بس عايز امتى تطلبها وامتى تيجي لما الاستقرار يكون موجود. اه بس الزمالك عارف فلوس ياما يعني. اه ما انا عارف، لكن انا بقول مين عندي، بقول حب النادي هو طبعا لا يقدر بمال ماشي، لكن في الظروف دي قول او التبرع، مش عايز اقول التبرع عشان الناس ما تفتكرش ان النادي ما فيهوش فلوس والناس يعني مش بنشحت. لا انت تبرع حبا في النادي بالفلوس عشان نحل الازمات مؤقتا، لان يا ابراهيم اخطر حاجه السنه دي لو ما بداناش صح ممكن يحصل اللي حصل السنه اللي فاتت. هل الانتخابات فيها توازن ما بين اسره اليد واسره الكوره؟ القعده القعدتين اللي فاتوا دولت كان لا انا عايز اقول حاجه بس. كوره، طايره، باسكت، الهاندبول، كل دي اسره واحده. انا مش عايز حد يمزقها او يقول لك مثلا عشان فاروق دخل في الرياسه فلازم واحد تاني يخش في الباسكت ضده. لا الزمالك مش كده يا ابراهيم. الزمالك اي حد، اي حد من اي لعبه هو ابن من ابناء الزمالك جاي يخدم النادي. فمش عايزين نفرق في دي. الاسر كلها واحده، وانت يمكن دخلت النادي وشفت الاعداد على حتى على ايام ما اعرفش دلوقتي ايه، السحرت ومش عارف مين وعازم الله يرحمه وكده والجيزي كل ده بنوع مع بعض. فالانتخابات ما تمزقش الفرق، لان احنا الزمالك قوي بالفرقه دي اللي بتاخد البطولات. طيب خليني اسال حضرتك سؤال، شايف انه الحل فين تحديدا في انقاذ نادي الزمالك؟ هل الحل انه يبقى احنا بنبتدي نشغل دماغنا في افكار وحلول تسويقيه ونستغل بيها اسم نادي الزمالك، ولا الحل ان احنا نقعد نلم تبرعات ونجمع فلوس؟ لا 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 ممنوع. تبرعات ممنوعه. اللي حصل السنه اللي فاتت او اللي قبليها في اللجنه من اللجان وما مشيتش يعني، او ناس ومش هتمشي بصراحه. لا نادي الزمالك اكبر من كده ابراهيم بكتير. احنا نقول نشغل دماغنا عشان نعرف نجيب فلوس ونجيب الفلوس اللي بره، لان يعني في فلوس بره كتير. ولكن عايزه صبر، عايزه انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا، مش عايز يبقى دماغي ان انا كل يوم اطلع في التلفزيون اقول تصاريح، اقول اخبار. احنا هنعمل، احنا جت فتره في نادي الزمالك نفس الفتره دي مفيش قيد، الشباب طلع او الناشئين طلعوا، خدنا دوري وكاس صح؟ ما كانش حد بيتكلم. وللاسف بعد ما خدنا البطوله دي الناس ابتدت تتكلم، وانا انا عايز نقفل على الاقل ست شهور او سنه ما حدش يطلع. رايك ايه في ترشح الكابتن فاروق جعفر على مقعد رئاسه نادي الزمالك؟ هو فاروق كان قايل هو نائب. لكن لازم ندعمه. هو كان موجود معاكم في القعده؟ طيب كان قايل ان هو نائب. لازم ندعمه. اسره الكوره ولا الرياضيين وخاصة الكورة؟ طب انت عندك الناحية التانية كابتن حسين لبيب، ما هو برضو ما احنا عايزين فاروق أول مرة ماشي صح؟ وأنا مش عارف ما شفتوش أو ما قابلتوش إن غير ليه يعني. ممكن يكون هو اتفق مع حد أو عايز يعمل قايمة. مظبوط؟ غالبا هيعمل قايمة. فهو شايفها إن يبقى على رأسها فاروق جعفر وده نجم. نساعده ونبقى وراه. لكن هي إبراهيم مش عايز أقول مثلا حسين لبيب بتوع الهاندبول ليه؟ لان عايز اقول لك على حاجه، الانتخابات كده يا كابتن صلاح ما انت عارف. انا عارف بس عايز اقول على حاجه، الانتخابات معروفه، حمام السباحه، الهاندبول، الكوره معروفه. المرحله الخطر اللي احنا فيها دي عايزينها تعدي بسهوله. انا عايز انتخب، انا بقول للجمعيه العموميه الكلام ده لو سامعني، من فضلك ما تنتخبش بقلبك. انتخب بعقلك. يعني شوف التجارب اللي فاتت ونلخصها وناخد منها حاجات كويسه. رايك في ترشح كابتن حسين السيد، كابتن هشام يكن، وكابتن احمد سليمان؟ شوف على الاقل انت ضمنت حد من الكوره ان شاء الله ينجح. ضمنت يعني حد من الكوره. هشام يكن الانتخابات اعتقد جايب 13,000 صوت. فهو ضلع، انت عارف هشام والكابتن يكن ماشي، الناس اللي بتحبه يعني ماشي. حسين ليه تجربه ناجحه مع المجلس اللي حسين لبيب، وخدوا بطولات في وقت قصير ماشي. مين تاني؟ كابتن احمد سليمان. احمد سليمان حاول كتير وراجل شرطي وعمل جيم جامد في الانتخابات اللي فاتت.
وبس انا يعني هو ليه وجهه نظر طبعا انا ما اعرفهاش لغايه دلوقتي، ليه ما كان من رئيس بقى عضو عشان يتفاهم هو وكابتن حسين لبيب عشان يبقوا موجودين مع بعض في نفس القائمه. حاجه كويسه. شوف كل ده في خلاط يطلع حد يخدم نادي الزمالك، حد يحل ازمات. هل انت مع فكره القائمه كحل للزمالك علشان ما يكونش في اراء في الوقت ده تخلق حاله فرقه مش اختلاف، فرقه؟ هل انت شايف القائمه افضل للزمالك دلوقتي، القائمه الموحده؟ لو متفقين. لو متفقين حتى في الاراء. ما فكرتش تخش الانتخابات؟ لا انا كوره. السنه اللي فاتت يعني الفتره اللي فاتت اتعرض عليا من احمد مرتضى. تعرضك ايه؟ عضو. تخش مجلس الاداره؟ انا بص يعني مش عايز نستهلك وقت هخش وبتاع وانجح وبتاع، ماليش في القصه دي. انا ساند، كلنا نساند، كلنا نحب نادي الزمالك، اللي عايز مننا حاجه نعملها له، لكن انتخاباته كده ماليش فيها برمي خالص. تحبش لا. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نخش بقى في الفنيات بتاعت الكوره والموسم اللي جاي والراجل يفكر ازاي، اما ان احنا اتكلمنا على الجزء الكبير اللي يخص موضوع الانتخابات. استاذ حكم نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع. اتفضل يا باشا. طيب خليني اروح بقى مع حضرتك كابتن صلاح لفرقه الكوره تحديدا. احنا بنتكلم على موسم خلاص هينطلق لنادي الزمالك وانت ما عندكش اوبشن خلاص انك تضيف حد من اللعيبه، الراجل المفروض يفكر ازاي على صعيد الطريقه الفنيه بتاعته، يعدلها ولا يغيرها؟ على صعيد قطاع الناشئين هل في لعيبه يقدر يضمها زي ما عمل مثلا الراجل قبل كده فيريرا ولا لا؟ في لعيبه طلعت كمان بتمرن معاه ولكن تفتكر بين ماتش النصر كنت اتسالت يعني يا راجل يعمل ايه؟ قلت لهم لازم يبقى عنده اثنين اوبشن، ان هو هيجيب لعيبه جديده لو القيد موجود، لو ما كانش لازم هم دول، فلازم يحافظ على دول، لازم يديهم الثقه. ما عنديش مشكله بس انا مش بتكلم في يعني ما برضو في نقطه، ماتش النصر ده ماتش والزمالك عمله سوبر يعني ما حدش يقدر يعني يتكلم فيها، بس ده ماتش، انما بكلمك على موسم كام؟ دوري وكاس ولاعيبه هتتصاب ولاعيبه هتتعب وتجهد ولاعيبه لازم يبقى بتاع، وعندك لسه بطوله كونفدراليه. ما يعني انا بقول لك هو الوضع مختلف، داخل على حمل يعني اصلا. اي بس هو عارفه ماشي. المفروض بعد الماتش ده هو عارفه سنه جديده ماشي. لان هو دلوقتي انا بعتبره هو سخن لكن الحساب لان هو الراجل ليه فكر معين عايز يطبقه ماشي، ودي حاجه كويسه ماشي، وعنده اللعيبه اللي بتفكر تنفذ له ازاي ماشي. في بعض اللعيبه لسه ما هضمتش الطريقه، ليه؟ لان هو بعد الاهلي حاول يغير، لا انا بقول له امشي بيها، يكمل بيها وهيبقى عنده كم لعيبه والناشئين يبقى فيه يعني كم كبير يقدر يشوف واحد اثنين وثلاثه، لان موضوع فتوح هو قلق الناس شويه، يلعب في نص الملعب ولا باك ليفت ماشي، فتوح ما شاء الله يلعب في اي حته ماشي وينفذ لك اي حته، بس لازم يبقى جنبه واحد زي ما كان طارق وساسي، دونجا حد بيدافع كويس، وفتوح بليميكر عتال، لان هو عتال. بيلعب بالطريقه دي ليه؟ هو عايز يهاجم باكبر عدد من اللعيبه لنادي الزمالك عشان يكسب، ويبقى محافظ على الاربعه اللي ورا او الثلاثه ودونجا مثلا اللي موجود قدامهم من ناحيه دفاعيه، ودي حاجه كويسه يعني. حتى في الطريقه دي ابراهيم لقينا مثلا زيزو وكان شلب قبل ما يتعور وشيكابالا وابراهيم رضاي كانوا بيرجعوا يدافعوا، فالكتلة دي هي الأهم في الفرقة عشان تكسب، لكن بشرط أن تحط لها أربعة كويسين في الدفاع. لو هو أنا بقول يعني لو هو عايز يغير مش هيبقى عنده وقت خلاص، لأنه أنا أعتقد أنه هو ابتدى اللعيبة دي من أول سبتمبر اشتغلت وهضمت شوية الـ 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 الخطة دي أو التكتيك، وبعد كده ممكن يجربوا في الماتش الجاي بتاع سولار. الراجل عنده مشكله في فكره المستحقات بتاعت اللعيبه، يمكن كان اتكلم فيها يعني انه اللعيبه ما خدتش مستحقاتها، الحل ايه عشان خاطر برضو الراجل يعرف؟ ما انت برضو خد بالك بتقعد فتره طويله ما بتاخدش فلوسك ومستحقاتك، انت راجل مدير فني وعارف ومرنت كل الانديه تقريبا، بتعمل لك مشكله. بس انا مش عايز هو اللي يقول ادوا اللعيبه المستحقات. ليه؟ ان هو مش مسؤول. بس هو اول واحد لازم يدافع عن حقوق اللعيبه. ماشي ماشي، ما هو خلي بالك عشان ندي حق اللعيبه، اللعيبه بتستحمل. اللعيبه الوحيده اللي في مصر بتستحمل. ما بقعدش 7-8 شهور تقول استحمل برضه. ليه؟ ما انت مش في ايدك حاجه تعملها. بدليل انت رحت اخدت مرتبك وسبت اللعيبه.
مش هي بتتحسبش كده. ده انا اجنبي. لكن كل واحد ليه ظروفه. ما انت فتوح مش عايز يجدد ليه؟ عشان القصه دي. زيزو بيسعى المتاخرات، ده حق من حقوقك. انا بقول لك هيجي مجلس اداره جديد، المجلس هيخلص الملفات. حلو بس يعني. حلو، يبقى اللعيب ملوش حجه عندك ان هو ينفذ ويلعب ويكسب لحد بقى ما يجي مجلس اداره. مين ينفذ؟ هيكمل. الزمالك لو كان في ازمه هتعدي بعد شهر 9 يعني، في اكتوبر ان شاء الله استقرار هيعود. تفتكر فتوح هيمشي ولا هيكمل في الزمالك؟ لا لا، فتوح ما هو فتوح عايز ايه؟ عايز جزء من المستحقات القديمه، وده وضع طبيعي لانه ممكن يكون قاعد 3 4 شهور ما بيقبضش مثلا، وعنده مستلزمات او حاجات وراه عايز يعملها. وخلي بالك نص اللعيبه في مصر كلها محسوده، يعني لما تيجي تقول لواحد انا معيش مش هصدقك. لكن هم انا بقول لك عندهم صبر واستحملوا كتير قبل كده فترات كتير قوي. لكن انا بقول محمد صلاح اللي جاي احسن، واللي جاي اسهل باذن الله. اسهل وزي ما صبرت كام شهر؟ 3 4 شهور؟ لا 7 8 شهور خلاص. في لعيبه بيتقال يعني يا دوبك اقل من الشهر الجاي وكل حاجه تبقى كويسه. لكن التجديد من عدمه انا بقول فتوح زمالك وصبحي في مساله التجديد برضو. ما كله بقى، ما انت بص اللي لعب في الزمالك وابن النادي، مش عايز اقول حتى ابن النادي الاحتراف ما فيهوش كده دلوقتي، اللي لعب ولبس التيشيرت هو حاسب النادي، ودي دي شهامه. لكن مش هستغل الفرصه واقول انا مش زي زيزو. زيزو مش في اي وقت ممكن يمشي ويزعل. قال لك انا ايه؟ انا قاعد في النادي. بس هي زيزو ممكن يفسخ لانه بقاله شهور ما كانش بياخد مساحه. مش هيعمل كده. يعني احنا مش زي الاجانب. ايوه يعني انت عندك مثلا سامسون ده رفع قضيه وهو بيلعب. هو ما بيلعبش. وبعدين بقى كويس. هو بيلعب؟ ابتدى يلعب. هو رفع قضيه وهو ما بيلعبش. ماشي. ما هو ده اجنبي. مشكلة. لكن ابن اللي هو مصري. فاهم بتقصد ايه؟ بيستحمل. فاهم بتقصد ايه؟ فاهم. وزيزو عارف ان الجماهير كلها بتحبه قد ايه؟ وهو يعني اذا كان هيكمل انا مش هيكمل، لكن ما تقدرش دلوقتي تبيعه عبرين خالص. رايك ايه في فكره انه يوسف اسامه وسيف فاروق بعد ما عارف ان عندك نخله وتطرح كده وتبتدي الدنيا تبقى كويسه تاخد بعضها وتمشي؟ رايك في الموضوع ده وايه السبب؟ بس هو من ناحيتين، انت اعتمدت ان ده ابنك فهتسيبه عادي مش هيقعد. الخطه العاطفيه دي مش في الكوره. ايوه هات بقى جانبا كده. لكن انا لما اعرف ان اللعيب هيمشي او اخر سنه ليه السنه دي اقعد معاه. اتفقنا ما اتفقناش. بس مع اي لعيب، مش مع سيف ولا يوسف بس. يعني انا برضه بدردش مع حضرتك دلوقتي، لما اكون انا لعيب كوره ولسه طالع فانت كنادي اديتني فرصه ان انت تلعب، بس وانا باخد الفرصه فدتك وفي نفس الوقت انا استفدت كتير جدا جدا، لان انا بقيت بستثمر في نفسي فبقيت اخد رقم. يعني المفروض ان انا هاخد رقم كبير. انت كنادي المفروض، مش انت عارف ان انا لعيب واعد ومطلعني هنا عشان انت عارف ان انا لعيب واعد، مش المفروض وانا بطلعك امضيك على تعاقد جديد برقم كويس ما يخلكش عندك حاله من حالات الغضب، انه انا يا جماعه بقيت جامد قوي وبمشي في الشارع الناس كلها بتتصور معايا وبكسب فرقتي وما فيش في جيبي 2 جنيه وانتجت بالظبط كده وظهرت يعني في مستوى يعني كويس. ليه دايما في مشكله دي؟ على فكره مش في الزمالك بس، في معظم الانديه في مصر. طلع لعيب كويس وغصب عني ما اخدش بالي، ابص الاقي اللعيب نطر مني لان باصص ان هو ابنك وابن النادي فهيستحملك. والكوره دلوقتي الاحتراف ما فيهوش كده. ما فيهوش. ده الناس ما بتصدق واحد يبقى كويس عشان ياخده. وبعدين في ناس قاعده فاضل لك سنه نص سنه تمضي ما تمضيش هتاخد. وانا الناحيه الاداريه عندي مش كويسه في نادي الزمالك. كان لازم من بدري الملفات دي كلها تقعد ويمضي خلص. قبل الموسم ينتهي. لكن ده ما حصلش، بدليل ان في ناس في الناشئين مشيت، مش عايز اقول هربت يعني. بعد ما اشتغلت في النادي 5 6 سنين وكويسين في الكوره طلعوا بره ببلاش. انت عارف فرقه الكوره في نادي الزمالك تتبني ازاي وامتى تاخد بطولات؟ السنه دي تاخد بطولات. السنه دي ازاي؟ بالاستقرار، مش هقول ماديات، والاستقرار كله. حتى ولو ما كنتش عارف ادعم خالص عشان خاطر موضوع ايقاف القيد. ما حصلت لنا وخدنا دوري وكاس. صحيح ممكن ما تحصلش البطولتين بس هتاخد. لانك عندك حتى لما مشي الناس الكويسه مثلا اذا كان سيف او يوسف، انت طالع عندك ناس كويسه زيهم فنفس التجربه. بس هو
انا مش عايز بس ايه المدير الفني مش عايز انا كل يوم نقرا الحاجات دي ما اعرفش صح ولا غلط. مش عايز ده ما ينزلش الملعب, ده يمشي, ده يتم اعارته, اهدى لان ما عندكش. فلازم تحوط على اللعيبه كلها. مش مبسوط من موضوع مشيان حمدي علاء وشبانه؟ اه مش مبسوط. هتحتاجهم. انت عندك مين ورا مثلا؟ محمود علاء, ولسه الونش يرجع ان شاء الله, فاضل له اربع شهور, وعبد الغني بس, وحسام عبد المجيد, وحسام عبد المجيد والزناري على مدار السنه بطولات كتير ولا لا والبطولات بيتصاب ويخرج. فشبانه كنت هتحتاجه بدل ما تدخل رضا ولا طارق ولا حسين سيرديباك. لا الزمالك كان محتاج كام صفقه يا كابتن صلاح؟ حوالي اربعه او خمسه بس. مراكزهم ايه؟ شوف في مشكله جون حارس, هتشوف سير دي ليه ما في صبحي عواد يعني. ما كان في عواد عايز يمشي ولا مش عايز, ما دلوقتي قاعد ونديم قاعد وموجود فتمام تمام. تجديد لصبحي وخلاص. عندك سير دي باك تاني لازم, ماشي, واحد نص الملعب, راس حربه او وينج وراس حربه, حوالي خمسه مش كتير يعني. تقريبا هو الراجل دول طلباته على فكره. اه بس اللي يجي ما في كمان حاجه ابراهيم, اللي يجي لازم يعرف قيمه النادي وهو جاي يعمل ايه. يعني انا جاي اخد فلوس وجاي البس تيشيرت الزمالك وممكن اروح المنتخب وهلعب في بطوله افريقيا, لكن انت هتجيب ايه للنادي؟ دي اللي مش دي اللي ما حدش بيقعد معاك. خلي بالك على فكره, انت لازم تجيب نجم كوره كبير يقعد مع الناس دي او يقعد في, مش سيبك من اللجنه يعني, مثلا زي ميدو يقعد مع الناس عشان يفهمها النادي ده ايه او الزمالك ده ايه او انت جاي تعمل ايه في النادي الزمالك. لان اللعيب بيبقى شايف ميدو او عارف تاريخه فبيقعد يقتنع بكلامه, فبدل ما هو جاي يقول العب ما العبش مش مهم بس اخد فلوسي, اروح منتخب مش مهم بس العب, لا انت جاي تلعب وجاي تكسب النادي وجاي بتجيب بطولات. ولذلك يمكن قبل كده اتكلمت معاك ان انت كل البطولات خمسه تاخد عليها كذا, لو ما جبتش تخصم منك كذا, بس ده تعقيديه مش موجود. لان مش ممكن تيجي تصرف مثلا 100 مليون في السنه. ايوه وانت بتخش بطوله. صحيح يبقى راحت عليك الفلوس دي كلها. لكن لازم تشاركني, لو مش هتشاركني في الملعب شاركني بفلوسك. بس اتمنى اللي تحصل, بس مش هتحصل يعني, بس احنا بندردش يعني. لكن اللعيب لازم يفهم هو جاي قلعه كبيره في الكوره. مين من الاسماء لو حضرتك عندك معلومه, مين من الاسماء في قطاع الناشئين يصلح ان هو يبقى موجود مع فرقه نادي الزمالك الفريق الاول؟ والله في محمد صلاح, وفي السنه اللي فاتت ياسر راس الحربه, في ايشو او بيشو ايشو وطلعنا في كذا كذا حد اتكلم عنه ان هو لعيب كويس قوي يعني. بيفكرني مصطفى فتحي. اوباما لما يرجع لازم الناس تديله الثقه. لان ده حاجه كويسه قوي في الكوره. اوباما وعلاء, محمود علاء. علاء في مشاكل شد وجذب مع الراجل مش عارف ليه. مع مين؟ مع المدير الفني. ايه ما اعرف, مش سامع انا حاجه. سامع انا عايز يعيره, ما بيحطنيش, ما بيلعبنيش. فين هو, احنا لعبنا ولا عملنا حاجه؟ الماتشات الوديه او التمرينات حاجه زي, انا قريت انا مش عارف صح ولا غلط. لا يعني سيبك من القرايه, عندك معلومه انت جايبها بنفسك؟ لا لا اتمنى ان الناس تدعم شيكابالا. وشي بقى ما كل سنه اصل بيلعب نص ساعه, اصل مش عارف ايه, اصل ما بيتمرنش. الناس 37 38 شوفوا بيعملوا ايه في السعوديه. فبس عايزين ندي ثقه للعيبه. رايك ايه في رجوع عبد الشافي مره ثانيه للفريق بعد ما كان اعلن اعتزاله, وبقى مشكله انه دلوقتي محتاجين كل جهود اللعيبه اللي موجوده فقالوا له ارجع؟ قرار سليم. وانت تعلم ان عبد الشافي مدى اخلاقه وما بيتكلمش وبيتمرن ومشجع اللعيبه, فانت محتاج حتى لو مش هيلعب باستمرار, لكن انت محتاج حتى عبد الله جمعه لما رجع هيفيد النادي. لان اللعيب بعض اللعيبه شوف نفسها يعني هي واحد بس في المركز. طب لعيب كان خارج بره حساباتي خالص وانا قعدته عشان خاطر انا ما عنديش, ده بتكلم على عبد الله جمعه, عشان ما عنديش فرصه ان انا اجيب لعيبه ثانيه, طب انا بقى هتعامل معاه ازاي نفسيا؟ هحط كماله عدد ولا هقعد اتكلم معاه واشغله واشتغل عليه؟ لازم تكلمه. خلي بالك مش عبد الله بس, اللعيبه كلها من ناحيه نفسها محتاجه. بس انت ما انا شوف عبد الله, انت رجعت ليه؟ عشان تروح احتياطي ولا عايز تلعب؟ هيقول لك هلعب وريني. عبد الله عبد الله قعد سنه. انا قلت لو عايز اروح لازم عشان اسلم عليه السنه قبل اللي فاتت. كان نمره واحد. ده حقيقي.
لكن ساعات بتمر عليك ظروف كل يعني سنه كويسه وسنه وحشه ونصين. فعبد الله من لعيبه كويسه، عايز بس ناحيه نفسيه، ناحيه نفسيه خس بقيت كويس هتلعب، لو تلعب مش عارف ايه، الحاجات دي كلها بتفرق مع اللعيب. صح استاذ حضرتك، نروح لفصل الاخير، وبعد الفصل هنرجع على السبوره. بس نعيد تاني الدراسه من زمان، امال ايه احنا ورانا حاجه. يلا شوف بقى سسبنس من بتوع زمان يا كابتن صلاح. جاهز؟ جاهز. اعلى بالمزيكا. رفضت عروضا من انديه بدوري المحترفين بسبب نقص الامكانيات. اه اللي هو ممتاز به يعتبر. اه ليه بقى؟ هو بيقول لك عايز يصعد. اه عايز يصعد دوري ممتاز. اه ومعهوش. معهوش. فاللي معهوش ما يلزموش. يلا لن اعود للتدريب الا لنادي في الدوري الممتاز. لا ما قلتش كده. ما قلتش كده. لا. يبقى ليه؟ خلي بالك الاحتراف يخليك تشتغل في اي حته، بس يكون ناس معاها امكانيات عشان تصعد او تبقى في الممتاز. اللي بعده. الزمالك سيكون بعيد عن المنافسه على لقب الدوري في ظل الظروف الحاليه، نعم ام لا؟ اللي هي اللي فاتت، لكن اللي جايه ما عندوش قيد. اللي جاي ما عندوش قيد، مش هيدخل لعيبه. لا. يبقى ليه؟ لا. الزمالك يقدر ياخد بطوله الدوري السنه دي؟ يقدر. اللي بعده. ارفض استمرار سامسونج مع الزمالك. لا ما تقدرش يا اسطى، انا على فكره لغايه دلوقتي ما تقدرش تقيمه. انا كده الفيرود لازم يلعب كتير، وال هو وزن متعور بعيد ما بيلعبش، فحرام تحكم عليه. لو انت مدير فني هتبدأه من مباراه؟ لما يكون كويس. اه لما يكون كويس. اه اللي بعده. عرض علي الترشح في انتخابات الزمالك ورفض. الانتخابات اللي فاتت بس، مش المره دي. نعم اللي فاتت. اللي فاتت دي لا. وانا قلت لك يعني، ما قلت لك انا مش بتاع انتخابات يعني، بتاع كوره. لبعضه. امام عاشور هو الصفقه الاهم في الميركاتو الصيفي بالدوري المصري، نعم ام لا؟ لا هي اللي مسمعه، عشان كان في الزمالك وراح الاهلي. كان في الزمالك وراح ميتلاند وبعدين راح الاهلي. ماشي. اه اللي هو كوبري يعني. ها؟ كوبري؟ مين قال؟ انا قلت ان راح الكوبري. ليه بقى؟ يعني ما طلع في وقت مش مناسب ونادي مش مناسب بامكانياته. يعني يروح كوبري ب 3 مليون دولار؟ ده ايه؟ طب ما عادش ليه؟ ده اغلى كوبري في الوجود. طب الكباري مليانه زي الفل ايه؟ لا ما في فرق بين كوبري مخطط وما بين لعيب راح ما قدرش يحترف ورجع. لا ما فيش حاجه ما قدرش يحترف دي. اه اللي انت طالع ليه؟ عشان يحترف وما احترفش. ها؟ ما عادش او ما لعبش او اتعور او او، لكن هو رايح للاحتراف الخارجي. لكن هو عند حضرتك معلومه ان كان حاصل الاتفاق ما بين الاهلي ومثلا علشان يطلع كوبري؟ لا لا طيب ما اقدرش، ما عنديش حاجه، لكن انا اقدر اقول لك هو راح الاهلي لما الزمالك قال له خلص نفسك. يبقى مش كوبري. بس هو زملكاوي. انا شوف الاحتراف روح اي حته وبراحتك. ماشي. لكن ما تجيش تبقى انت في النادي وبتتفرج على تمارين النادي بعد ما رجعت وانا في النادي وعارف ان النادي في ظروف مش كويسه. انا مش بتكلم على سيب امام عاشور اللعيب. ماشي. الشخصيه. ماشي. ولازم تقف جنب النادي، النادي واقف جنبك. اه. وما حصلش انت كنت مستعجل او كنت مرتبها الله لسه حاجه دلوقتي بتقول لي الاحتراف مهم وان انت اللعيب لازم يبقى ياخد فلوسه فرجع والراجل عرض نفسه. الصراحه حلوه في كل حاجه. يعني انا وقفت ضد طارق حامد وابو جبل لما قال مطلوب في نادي الزمالك، فاكر السنه دي؟ غير بن شرقي. انا هلعب لاخر يوم، لكن انا مش هكمل. اللي بعده. مروان عطيه افضل لاعب رقم 6 في مصر الموسم ده. الموسم ده يستحق. كولر سيتفوق على اي مدرب اجنبي جاء الى مصر من قبل؟ لا هيتفوق ولا تفوق؟ هاي هاي
سايدة في المستقبل. لا مش شرط، مش شرط، مش شرط. يبقى اللي بعده، لو عاد بالزمن لا رفضت تدريب الزمالك في بعض الفترات؟ انا لا 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 خالص، لو انا ولا غيري. اي حد يعدي على نادي الزمالك شرف ليه اكيد طبعا، حتى لو يوم واحد طبعا. اللي بعده، زيزو افضل لاعب في مصر اخر 3 سنوات على التوالي؟ لا خليها السنه اللي فاتت. اخر سنه الاختيارات، لاعب تتوقع تألقه الموسم القادم مع الزمالك؟ دونجا، فتوح، ناصر، منسي؟ فتوح. فتوح ان شاء الله يقعد. هيفوق ها؟ ان شاء الله. اللي بعده، افضل مدير فني مصري في الدوري، شوقي، غريب، علي ماهر، احمد سامي، او علي ماهر؟ علي ماهر. اللاعب الافضل حاليا في الدوري، زيزو، منعم، مصطفى فتحي؟ زيزو. زيزو. افضل فريق ابرم صفقات هذا الموسم، اهلي، بيراميدز، مصري، او اي اسم رابع مش موجود؟ والله في برق مصري، يعني انا ادي مصري. مصري ده بيراميدز عامل فريق ياخد، مش هياخد الدوري، بطولة الكواكب. مش هياخد الدوري، مش الكواكب. مش هياخد الدوري ليه؟ مش انت بتسالني؟ ماشي بقى ليه؟ ليه يعني حاجة بنيت رؤيتك عليه؟ الشعبية هي نمرة واحد. جمهور يعني؟ اه الدوافع بتاعت الجمهور بتفرق. طبعا. اللي بعده، لاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه في الزمالك حتى الآن، مصطفى شلبي، ناصر، منسي، الزناري؟ شوف، كانت بين مصطفى شلبي والزناري، بس مصطفى فرق شويه في فرق بس قبل الاصابه كان كويس جدا جدا. والزناري خلي بالك هو سيرد باك كويس، بس ساعات يلعب باك يعني حسب الطريقه، لكن هو ما انتجش الانتاج اللي كنا متوقعينه منه. ان شاء الله السنه دي ممكن يبقى كويس. اللي بعده، افضل مهاجم في الدوري، ما بقولوله سيف الجزيري ولا كهربا؟ سيف الجزيري. اللي بعده، لاعب بتتمنى انتقاله للزمالك، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، ابوكا؟ يعني انت جايب اتنين مصريين واحد اجنبي، مش شرط. لو في اي اسم، لو في اي اسم رابع حاجة عايز تقوله قول. ابوكا ده انا يمكن اتكلمت على فيريرا بعض الوقت مش كويس، لان كان قال لا ما مش عايزه، ما ينفعنيش. انا اسف، ضيفنا حرف اللام يا جماعه، يعني طب احنا قريناها اعباء، لو ضيفنا حرف اللام كده مش هيبقى اختبارات تينا، خلي بالك. اه لكن انا بحب ابراهيم عادل قوي. ماشي. اللي بعده، عدلها لك ايه؟ سهله بسيطه. افضل مدير فني اجنبي تولى تدريب الزمالك مؤخرا، فيريرا، جروس، باتشيكو؟ فيريرا. فيريرا. ده السؤال الاخير، رساله توجهها لجمهور الزمالك عشان اختم بيها. والله استحملته كتير، وان شاء الله السنه دي ربنا يكلل مجهودكم بالخير، واوعوا تتخلوا عن النادي ولا اللعيبه، ودي ده عهدنا فيكم يعني. ولكن انا كنت اتمنى ان الناس تطلع تقول اي حاجه، اي حاجه، بس يبقى في حقائق بتتقال للناس، تقول الصح او تقول للناس عشان يبقى هم بيفكروا معاهم، ما يبقاش في حته وحته. بالتوفيق ان شاء الله يا حاج ابراهيم. اسمع من بقك ربنا. بصراحه بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك، شرفتنا ونورتنا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.